السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جيتكم فيديو جديد، بغيت نشارك معكم المشتريات اللي تقضيت من هاد الشركة سميتها اتشي اسي اني، كتبيع مواد اليمونتير صحية 100%. هي كتوجه خاصة للناس ديال الرياضة، الناس اللي كيديروا الرياضه، الناس اللي كيعتنيوا باللياقه البدنيه، الناس اللي كيديروا الحميات، كيبيعوا مكملات غذائيه، كيبيعوا لي بروتيين بجميع انواعها. ودابا مؤخرا دخلوا لي برودوي كيتو اللي صراحه انا كنت مفتقداهم بزاف، ما كنتش كنجبرهم، كنت كنطلبهم في ايهرب، ولكن خصك تخلص بزاف ديال الشروط في الديوانه ديال هنايا، يعني كيطيحوا لي برودوي غاليين بزاف. دونك بلا ما نطول عليكم، ما كنتش عواله الصراحه نسجل هذا الفيديو، بلا ما نطول عليكم نشارك معكم شنو طلبت ونقول لكم علاش طلبته. دونك نحلوا الباكيتي، كتجي كيصيفطوا لك دائما لي برودوي ديالك في كرطونه. الا كانت شي حاجه غادي تهرس بطبيعه الحال كتجي بروتيجي، ولكن انا ما طلبتش شي حاجه ديال الزاج، دونك ما داروا حتى شي، جات هكا كما كتشوفوا. ها هما لي برودوي، ها هما. اول حاجه، اول برودوي طلبت هو ستيبيا، ستيبيا 100%، لان هنايا كيوريوك المكونات. بعض المرات كيكون خليط ما بين الاريتريتول والستيبيول والستيبيا، ولكن هذه المكونات ديالها غير ستيبيا 100%. دونك كنطلب هذه بنص كيلو ستيبيا، انا هي وهذا هو السكر الوحيد اللي كنستعمل، ما كنستعمل شي واحد اخر. هو وهذاك ديال اسيندادو ديال ميركادونا، لانه متكون غير من مكونين ستيبيا وليريتريتول، حتى هما ماشي مضرين بالصحه وما كيطلعوش لنيفيل غلوسيميك في الدم. دونك هذا هو اول برودوي. طلبت هاد لي سيرو، هذا السيرو ديال بلو بيري، هكا نرافقوه مع لي كاب مافلز ولا لي كريب كنديرهم لبنتي. دونك نفضل نديرو هاد السيرو، نقرب لكم المكونات ديالو زيرو كاملين. دونك طلبت هذا، نجرب هاد الصابور. وطلبت هاد كوفي توفي ديال كراميل، حتى هو زيرو، هذا كيعطي صابور زوين في القهوه ديال الصباح. انا كندير القهوه كيتو، دونك شحال وانا كنفتش على هاد لي سيرو اللي يكونوا بدون سكر بطبيعه الحال، اللي نديروهم في القهوه بلا ما يضرونا ونتمتعوا بديك القهوه ديال الصباح. خديت هذا بالي، طلبت الماتشا كيتو، ولكن كيتو الماتشا هي واحد النبته صحيه بزاف، عندها بزاف ديال الفوائد للجسم ديالنا، منها كتقوي سيستم ايمونيتاريو، يعني كتقوي المناعه، وكتنقص لنا في النيبل ديال الستريس، يعني كتخلي الانسان هادي ما كيكونش متوتر، كتريلاخي لو كور، وعندها بزاف كتبريفيني الامراض الخطيره بحال الكونسير، لي زانفيكسيون، الناس اللي كتعاني من الهايبرتنسيون. والدور ديالها الاهم 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 انها كتنيبيلي نيبل السكر ديال في الدم، كتنيبيليه، ما كيطلعش، ما كتطلعش الانسولين. هذا كنصح به بزاف الناس ديال ديابيتيك. الماتشا هي عشبه صحيه بزاف، وكتباع عند الايربولاريو، اللي يمكن له يشربها بوحدها بحال تيزان في الليل، راه رائعه، اولا في الصباح. انا طلبتها كيتو، نبقى نشربها مره مره مع العشيه اولا في نص النهار عوض الاتاي، نبقى نشربها كيتو لانهم كيرافقوا لها الام سي تي. دونك كما قلت لكم الماتشا عندها الفوائد عديده ومهمه للجسم ديالنا، دونك طلبتها بما انني لقيتها كيتو، كنفضل نشربها كيتو، بهكا نعرف بانني شربت الكميه ديالي ديال الدهون في النهار. وطلبت هذه القهوه، هذه قهوه بحال النسكافي، ولكن كتجي كيتو، يعني حتى هي فيها الام سي تي اويل. الام سي تي اويل هي واحد الزيت كادينا ميديا ديال التريغليسيريدوس ديال الدهون، يعني كتسرع
حرق الدهون في الجسم وكتكوننا السيتوناس، كتساعدنا على تكوين السيتوناس في الجسم. الناس اللي كيديروا الكيتو يعني لا دييتا سيتوخينيكا، وهذه جاي فيها الكولاجين، يعني كويس ديال القهوه نديروه في الصباح مع هاد السافور ديال الكوفي توفي كراميل. غادي نجربو معاكم، ضروري نجربو معاكم، نشوفو كي داير المذاق ديالو، نعطيكم الراي ديالي صراحه. دونك خديتو حتى هو، كنشوفو جد مهم. شنو طلبت؟ دائما انا كنطلب في من عندهم الاوميغا 3 6 سعود اللي كيحتاج الجسم ديالنا والدماغ ديالنا، هادو ضروريين. هذا كيسميوه الناس ديال الحميات والناس اللي كيهتموا شويه بالعنايه ديال الجسم ديالهم، هرمون السعاده، لان اللي كيحتاج الدماغ ديالنا هو هاد الدهون، وهادو متكونين ثلاثه ديال الاوميغات في باستيه واحده. كنشرب انا غير وحده في الليل الصراحه، ما كنشربش، هي نورمالمون خصك تشرب ثلاثه، جوج حتى ثلاثه في النهار، انا كنشرب وحده في الليل صافي. هاد البيض ديزيدغاطي، هذا بيض كامل نصف كيلو، كيجي نصف كيلو هنا نصف كيلو. دونك هكا في الطورطيه كنديرو في بزاف البيسكوتشو، هذا ديزيدغاطي غير كنخلطوه يا اما مع الحليب اولا مع الماء، كيجي بحال يلا كدرتي البيض. راه جربت كلارا دي ويفو بياض البيض ديزيدغاطي، دابا طلبت البيض كامل باش ناخذوه بالدهون ديالو، هادي منبع لي لا بروتين. وبطبيعة الحال كاسبين هنايا سيرتيفيه بانه بيض ديال الارض، ماشي ديال انخولادو، ماشي الدجاج اللي محبوس. شنو اخر طلبت الشوفان، هذا الشوفان كيلو، ولكن طحين، يعني نقدو نديرو به بيسكوتشو، نقدو نديرو به البراوني، نقدو نديرو به لي كوب كيك، نقدو نديرو به الكاطو، نقدو نديرو لي كريب، الوافلز، لي مادلين، كلهم. وكيجي بلي سافور، انا كان عندي صابور غيطه شوكولاتي، ودابا بنتي قالت لك بغات تجرب فانيليا، طلبتو ليها، هذا كيعجبهم بزاف في الدار، كيعجبهم وطلبتهم. هذا فيه السكر، انا ما كنستعملوش لانه ماشي السكر ديال، يعني كيزيدوا له السكر، هذا يعني فيه نسبه الكارب لانه سي تان سيريال شوفان، اما السكر ما فيه والو. ها نتوما السكر فيه 1 غرام، 1 غرام في 100 غرام، يعني ما فيه والو. وطلبت هاد لا بروتين، حتى هي كيتو، هادي سي اون بروتين، نبقى نشربها من بعد لونطريمون، اولا الا بغيت شي نهار ما نتعشاش نديرها عصير، نزيد لها شويه البلوبيري، شويه الفريز. وها هو عندي عصير كامل متكامل ديال الكيتو، حتى هو فيه نسبه الدهون عاليه لان دايرين له الام سي تي اويل حتى هو. الصراحه ما كنتش كنلقى هاد لا بروتين، هادي واحد يرد البال في لي بروتين اللي كيشربوها الناس اللي كتشرب، اللي كدير الرياضه خصهم دائما يشوفوا المكونات. المكونات هنايا من اللور مناش مصايب، واش من الحليب او لا من شي حيوان او لا، المهم خصهم يعرفوا المكونات ديال شنو كنشربوا، شنو كنعطيو للجسم ديالنا، وما تكونش النسب ديالهم ديال الكرب والسكر عاليه، حاولوا ما امكن يكون زيرو السكر، يعني صفر نسبه السكر، تكون البروتين عاليه باش نعرفوا بان البرودوي يعني فعال، لان شنو خاصنا حنا، خاصنا لا بروتين ماشي السكر او لا الكرب. هذه نصيحه بينك. صباح الخير، دابا غادي نجرب القهوه معكم باش نشوفوا كيف دايره، غادي ندير لها ستيبيا ونجربوا هاد الكيتوجين ديال القهوه مع الكولاجين، كيتو كافي مع الكولاجين. دونك غادي ندير، هي كتجيب هنا كتجيب بالميزان ديالها هادي، دونك معليش نديرها عامرة لأن غتجي مجهدة بزاف. غادي ندير لها واحد شوية ستيبيا، هانتوما شحال كندير ديال ستيبيا، لأن ستيبيا كتقر بزاف، ديرو غير شوية، ما بغيناش الحلاوة بزاف.
فاش كنكونوا صيام متقطع ما خصناش خصنا نيفيتيو ما امكن الحلاوه لان يمكن تخرجك من الكيتو. غندير شويه ديال الناطا لان ما نقدرش نستغنى على الناطا، كتعجبني في القهوه ما كنديرش الحليب. صافي دابا غادي نديرو الماء ديالنا. ندير لها شويه الصابون صابون كوفي طوفي. يا سلام يا سلام، واحد المذاق زال الصراحة. ومنتون كنشربوا قهوة في بلاصتها بالصابور ديالها، ومنتون فيها نسبة الدهون اللي كنحتاجو من الصباح، لأن يعني في الصيام المتقطع إلا بدينا بفطور قهوة كيتو رائع رائع رائع، كيبقى بنادم غادي في السيستم ديالو. صافي غادي ننظم دابا هاد لي برودوي اللي شريت، ننظمهم هنا في المنظمه ديال الدار عاديا دي طابير. غير شنو درت انا هنا؟ علمت درت هنايا مثلا الشوفان، درت لها ليتيكيت، هنا درت لها البيض الكامل ديزيدراتين، وهنا درت لها بروتين ديالي كيتو. مثلا هذه غادي ندير فيها القرعه لانها كانت عندي ديال نسكافيه، راك توريتها معاكم. درت فيها ليتيكيت بانها قهوه كيتو لان عندي وحده اخرى، عندي وحده اخرى ديال هذا باش ما تخلطناش. وهنا درت ديك الماتشه، هانتوما قريعات اللي عندنا في الدار، ماشي ضروري نمشي ونتقدا ونشري كلشي جديد، انا هادو عندي في الدار. دونك ندير هنا، درت هنا ماتشه، هانتوما نقربها لكم، ماتشه قريعات الزاج. ماتشه هاكي كتجي البنات خضراء. هذه اللي كان باقي لي في هذه القرعه ديال القهوه نسكافيه، غادي نزيدها، نزيد شويه هنايا لان خفيفه، انا كتعجبني القهوه مجهده. دابا غادي نزيد، غادي نزيد واحد جوج من هادو. وهذا الدوسيفيكادور باردون اويل والقهوه انستانطانيه. هذيك القهوه اللي زدت قهوه ديال مارسيه غزاله، هاد راه كتباع في الكامبو والكارفور، هادو كيجيو غزالين. نوريكم شكل اخر باش تشوفوا ليتيكيت، لان حيدت ديك الكرتونه اللي كانت هنايا. ها نتوما انا راه كنستعمل هاد بزاف هاد القهوه، وكانوا كيجيو على هاد الشكل، كنت باغا زعما ندير سيري ولكن بدلو. ها نتوما فاش كتسالى كندير فيها مثلا هنايا درت فيها طاحين الكوك بيو، وهذا درت فيها لينو. اللينو هو كي كتقولوا له ماشي داير بحال الجنجلان، هو لسان طير، ماشي لا ماشي لسان طير، ما عرفتش سميت ديك العشبه ما عرفتهاش. المهم طحنته كيقولوا له اللينو، انا درت له اللينو. وعندي واحد المجر خاص غير بالمسائل الكيتو ديالي، فيها كنستف كلشي المسائل ديال الكيتو، دابا نشاركو معاكم. صافي هنا غادي ندير كما شفتوها، هي العبار ديال الاخر ديال الشوفان. صافي غادي ندير هنا المسائل، نشوف الى ما يطيح لي.
هي كتجي كلشي كيجي في الدوسيفيكادور. هانتوما انا خديت لا بروتيين شوكولا، هانتوما بحال كولاكاو هي لا بروتيين، دايرينها من الصويره ديال الحليب. البروتيين راه ماشي غير الناس ديال الرياضه اللي يستعملوها، اي واحد كيهتم بالاليمونطاسيون ديالو يقدر يستعملها. ديك الافكار اللي كانت عندنا لا راه البروتيين غير الناس اللي كدير الحديد والناس اللي كتلعب الرياضه ما نشربوها، لا اي واحد يمكن يستعمل البروتيين كمكمل غذائي. مثلا ما بغيناش ناكلو ماكله في الليل، نشربوا واحد العصير نزيدو معاه فواكه. ما احنا عندنا ان غوبا كومبلي. غادي ندير معكم واحد العصير ديال الباتيدو هنايا. هانتوما هنا درت واحد الكاب 50 غرام، قالك في كل كاب نديرو 175 ملل ديال الماء اولا حليب اولا حليب اللوز اولا انا ما عنديش حليب اللوز اولا حليب الكوك. غادي ندير الماء منيت غادي نديه، لان انا مازال ما فطرتش، غادي نديه معايا للرياضه فاش نسالي الرياضه نشربو. هانتوما غادي نزيد له شويه الماء. صافي هذا واحد الميلك شيكر، كاس يعني كاس عنده هذه العيبه هذه اللي كتعاون على اللي كتعاون باش تميكسي ما كيديرش دوك الكويرات. دابا انا غادي نزيد فيه دابا من بعد ما مخطو ندير معلقه ديال تشيا. تشيا شنو كدير؟ فاش كنديروها في لي ليكيد كتنفخ، وتشيا راكو عارفين الفوائد ديالها، حتى هي راه مزيانه للداء السكري، كتنيفيلي الانديسي غلوسيميك في الدم، وهي سي اون فيبر اليمونتير، يعني كيف نقولوا الناس اللي كتعاني من الكونستيباسيون هذه فيبره 100%، وكتساعدنا على تجنب الامراض ديال سرطان الكولون وبزاف. هذه بحال ديبوراتيفا، كتنقي الجسم هذه من كل ديتوكس. تشيا راه بحال ديتوكس كيف انا كنستعمل، انا كنعتبرها هكذاك، والفوائد ديالها راه عديده، كتساعد بزاف للناس ديال الريجيم الحميات لانقاص الوزن، وكذلك يعني فاش كناكلوها كتنظف لنا كاع لي زانتيستان، كتنظفهم كاع من دوك الميكروبات والدهون، وهذه بحال الا كترستري كلشي، كتنقي الجسم ديالك. دونك مزيانه هذه، نزيدوها في لاليمونطاسيون ديالنا. ندير غير معلقه، لان شتوني زدت شويه ديال الماء في داك العصير، غادي ندير غير معلقه. صافي، هو نورمالمون كنديها غبره، حتى كنمشي لاصال تريني عاد كنزيد الماء، لان كندي قرعه ديال الماء كنزيد الماء، ومن بعد فاش كنسالي لونطريمون كنشربها.
مخصوصه فيها هو لي برودوي ديالنا. كل حاجه منظمه احسن ما تكون في العلب ديال البلاستيك. درتهم على هذا الشكل. هذه الماتشه دابا نشاركها معكم. ماتشه زوينه عجباتني بزاف. صافي هذا غادي نديه معايا في اللعيبه ديال الضو. بغيت نوريها لكم انتما. هذه واحد السينتا لصقتها هنايا عندها البريز. درت لها البريز الهي هامور لا تيرموميكس ديالي. وكتجيب هاد الماندو هانتوما. غادي نطفيه كيطفى وغادي نشعلو. وكيبدل الالوان هانتوما. هاو اخضر احمر. المهم كاع هاد الالوان اللي فيه كتجي شكل زوين في الكوزينه اولا في بيت النعاسه ولا. عجبتني درتها في الكوزينه في الليل فاش كنطفي الضو. كنخليو غير هذا شاعل كيعطي واحد المنظر زويون. بين قوسين شاركتها معكم. صافي البنات نجرب معكم الماتشه. غادي نديرها زعما. انا غليت الماء العبار ديال الصاله. ما غاديش ندير هذه كامله حيت هذه راه فيها علينا 50 غرام. الجهد ديال جوج معالق. ديرها هكا باش تشوفوا. صافي غادي ندير الماء يطيب عليها. ما ندير لها لا ستيفيا ولا والو. غادي نشربها هكا. بطبيعة الحال مع التنتمبي ديالي الكاس والويزات هادوك محمرين. صافي غادي نخليهم دابا غادي نخليه يرقد شوية ومن بعد نشرب. شتو كي كيجي بحال اللي مجرب الحليب لاتاي بليلي بحال هذاك ستيل. بحال ستيل ديالو هذا فيه الام سي تي اويل ماتشا مع الام سي تي اويل وفيها المذاق ديال الكوك او لا الكوك. غزال 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 غزال. غنخليه حتى يرقد شويه عاد غادي نسربيه في الفريجات. وصافي التنتمبي ديالي الصباح مع دابا شحال راها 12. صافي نوريكم كيف شفتهم هنايا. نوريكم نقاسم معكم المجر ديالي كيطو. ها فين كندير المسائل ديال الريجيم ديالي. عندي مجر خاص. ها هما فين درت هنايا البيض ولافين والبروتين. هذه لافين ما كنستعملهاش انا ولكن درتها هنا بشكل منظم. صافي هنا عندي طحين الكوك. عندي هنا اللينو. عندي هنا القهوه كيطو ديالي. هنايا الماتشا. عندي هنا جنجلان لي شوكولا بدون سكر. هادو غادي نديرهم معكم في واحد الفيديو الجاي ان شاء الله. ندير قطرات ديال الشوكولا. هادي عندي الاوت فايبر. هادي غير فيبرا. هذا السيليوم راه علاني تسالا كنستعملو في الخبز الطحيني زيت الكوك. هذا الكوك مطحون. هذا كنشريه عادي ولكن اللي كيدير الريجيم كيطو يرد البال لان كنستعملو غير في حالة ايرجونس وصافي لان فيه شوية تيديرو له السكر. هادو عندي كي كنقولو لهم حنايا الكتروليتوس. هادو ضروريين في نظام الكيتو لان فاش كيكون كيحرقنا راسنا او كنا في الشلالين كنديرو هادي في الماء وكنشربوها. هادي المغنيسيوم بوتاسيوم الحديد الاملاح المعدنية كلها هنايا هاهما الكتروليتوس. كنديرهم في الماء وكنشربهم. هذه بودره الكاكاو ديزيدراتي حتى هي كنديرها في البسكوتشو كنديرها بزاف الاستعمالات. صافي طحين الكوك وعندي منظم على هذا الشكل. خليكم في امان الله. الى عجبكم الفيديو شيروا له بلايك
ما تنساوش تشتركوا في القناة باش توصلوا كل جديد. الله يخطيكم علينا، مرحبا بكم بالناس الجداد والقدام تابوما، وتهلاو لي فراسكم. مع السلامة.